خبرنا الثالث والأخير من مساعد وزير المالية لعملية تسويق المال خالد عبد الرحمن، اللي قال أن التسوية الخاصة بأول طرح لمصر من السندات الدولية باليورو المقدرة ب 2 مليار يورو تمت اليوم، وأن أموال التسوية دخلت بالفعل في حسابات وزارة المالية بالبنك المركزي المصري، وتوجه حصيلة السندات الدولية للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الأجنبي، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة للدولة.